لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أمير سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى سنبل. أهلا بكم سيدي. بالتزامن مع ورود أنباء عن هجرة جماعية لأهالي الأهوار من منازلهم، إلى أي مدى تظن أن الأوضاع في الجنوب تفاقمت إلى هذا الحد؟ ما يجري من عمليات ممنهجة لتدمير سواء البنية التحتية أو مسببات العيش، خصوصا في هذه المدن الجنوبية الغنية بثرواتها، مما يدل أن مخطط الاحتلال هو تهجير هؤلاء الناس من هذه المناطق ليسهل السيطرة على الثروات في باطن هذه الأرض. وهؤلاء السكان هم أغلبهم قرويون يعيشون على حياة بسيطة، فعندما تقطع الأنهار المتجهة من إيران باتجاه هذه المناطق أو تسد منافذ المياه باتجاه مناطق الأهوار باتجاه هذه القرى التي يسكنها هؤلاء البسطاء، فإن ما عليهم إلا أن يغادروا هذه المكان بحثا عن الماء ليشربوا وبحثا عن لقمة العيش. لذلك هم يغادرون هذه الأماكن مجبهين بحثا عن مورد لهم حتى ولو على الكفاف. في هذا الصدد سنتحدث عن هذا الجفاف سيد يحيى. هذه الهجرة الجماعية كان من ضمنها هجرة ل3000 عائلة من عائلات الصيادين، كيف تقيم تعاطي الحكومة تحديدا مع أزمة شح المياه المستمرة منذ أشهر في هذه المناطق بالأهوار؟ الحكومة لا تحرك ساكن مطلقا في كل هذه الكوارث التي حدثت في البلاد حتى يمكن أن تتصرف تجاه ما يجري من هجرة جماعية. الهجرة الجماعية نعم مع نفوق الأسماء والتي ثبت بالدليل بأنها من فعل فاعل ومحاولة لتسميم مياه نهر الفرات أو الجداول الأخرى التي يغذيها، اضطر هؤلاء إلى الهجرة الجماعية إضافة إلى قطع مياه الأنهار الواردة من إيران باتجاه هذه القرى، فأصبح واجبا عليهم الهجرة الجماعية باتجاه مكان يأمنون فيها على حياتهم. أما الحكومة فإنها موقف بائس، لا يمكن أن يتخذ أي قرار لأنهم ذيول لإيران ولأتباع إيران، لذلك هم لا يستطيعون أن يقدموا أي حل من الحلول تجاه هذه الكوارث التي تحدث في الجنوب، وهو مخطط لقبض الأرض العراقية والسيطرة على ثرواتها من قبل المحتلين. هذه الثروة كان من بينها الثروة السمكية ونفوق الأسماك، ما هي تبعات هذه الأزمة في ظل عدم كشف الحكومة في بغداد عن أسبابها؟ الحكومة لا تستطيع أن تكشف أي شيء لأنه مسيطر عليها ولأنها دولة يحكمها نظام العصابات والمافيات، ولا تستطيع أن تنطق بأي كلمة سوى تصريحات أو تلميحات إلى أن ما جرى هو بفعل فاعل. وعملية تدمير الثروة السمكية التي يقتات عليها أكثر الناس الذين يعيشون على هذه الثروة هو محاولة أيضا من أجل إنفاق الثروة السمكية الإيرانية باتجاه العراق التي بدأ يشعر بحالة من الكفاف من هذه الثروة. وأصبح من السهولة على المواطن الساكن على نهر الفرات بأنه يستطيع الصيد بشكل سهل بالنسبة له لتوفير لقمة العيش له ولأولاده. وعملية استيراد الأسماك من إيران سوف يضر كثيرا بمصلحة هؤلاء البسطاء وبمصلحة هؤلاء الصيادين الذين غير قادرين على شراء ما يكفيهم من مأكل وملبس لهم ولعوائلهم. في ظل هذه الأزمات والعجز الحكومي في تبني حلول لها، ما توقعاتكم لردود فعل الأهالي خاصة العاملين في المجال الزراعي؟ الأهالي سواء العاملين في المجال الزراعي أو الصناعي أو أي المجالات الأخرى هم في حالة تذمر كبير وفي حالة من الاستياء
الواضح بالنسبه للاعلام وللراي العام العالمي وللراي العام العربي والاقليمي، ولكن عندما خرجوا بتظاهرات بالبصره وغير البصره من اجل لقمه عيشهم من اجل مقومات حياتهم البسيطه، جوبهوا بالحديد والنار والسجون والاعتقالات والاغتيالات، ولكن هذا لن يفت في حظهم، وسوف تنطلق ان لم يكن هناك حلول واقعيه وجذريه لحياه هؤلاء الناس، فانهم سوف ينطلقون بتظاهرات اشد واكبر اخرى يمكن ان تاتي على ما جاء بهذه العمليه السياسيه من اثار التدمير والخراب عليهم وعلى مدنهم وعلى موارد رزقهم وعيشهم. شكرا جزيلا لك أمير سري مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية يحيى سنبل، كنت معنا عبر الهاتف.